بعدها مجزرة مدبحة أكل بعد كده رواق باللحمة المفرومة غرقان سمنة نص صابع عامل ازاي محشي كروم بموت فيه حاجة بسيطة يعني العب بتقول على قوي بيه ده مش حلو ده نشف جدا ده جامد تنين ده طبق ريش بينزل معاه فرايز وانا من البلد دي جرب الطرب حاجات السفلة ده برضه حياة حاجات الله الله شوف المهم شوف 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 الحلاوة شوف 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 ايه العكوة دي بس كميتها صغيرة قوي يعني حتى لو طلعتها في الشوخة دي في حياة يعني هو حياة الحاجة مش مزبط خالص وقطع اللحمة دي يعني مش حلوة خالص نعمل الأول ودن قطة فهمش ليه لازم نعمل كده لازم ودن قطة حط كده سكرين طلع جديدة شوفوا على خير يلا سلام